تتوج زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة غدا، مسيرة طويلة من العلاقات الثنائية الأخوية وسط حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية. ويسعى البلدان الشقيقان إلى توطيد هذه العلاقات والتمسك بروابط الأخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك وتطويرها نحو ما يحقق المصلحة العليا المشتركة للشعبين الشقيقين. أنموذج مميز وأخوة راسخة هي العلاقات الكويتية الأردنية. الأردن يستعد لاستقبال ضيفه الكبير حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فالعلاقات الأردنية الكويتية تتسم بخصوصية ساهم في رسمها الكثير من المعطيات التاريخية والسياسية والثقافية والجغرافية، جوامع مشتركة وضعت هذه العلاقة في أحسن حالاتها. على المستوى الرسمي تخط قيادتي البلدين سياسة قوامها الوسطية والاعتدال، حيث أكسبت هذه السياسة كلا البلدين احتراما دوليا وشبكة من العلاقات في كل المحافل. تأتي هذه الزيارة تتويجا للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي حقيقة لم تبدأ منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1961، وإنما بدأت منذ عقود طويلة من الزمن بين البلدين الشقيقين لما يربط بينهما من روابط أخوية متينة راسخة ستستمر بإذن الله كما هي وبازدياد بإذن الواحد الأحد. يجمع الأردن والكويت العديد من الاتفاقيات على الصعيد الاقتصادي إلى جانب مذكرات التفاهم بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ما أسهم بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وجعل من الاستثمارات الكويتية أن تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في الأردن. نقطة مهمة بالنسبة للموقف الكويتي السياسي هو متوافق تماما مع الموقف الأردني باستمرار، وينطلق من دولة مستقلة حقيقية تنافح وتكافح عن القضايا العربية وتدعم الأردن، ونأمل من الله تعالى أن يستمر هذا التعاون وهذا الدعم بين البلدين الشقيقين. هذا العمق في العلاقات بين البلدين والمدى الذي وصلت إليه ترسخه عوامل مشتركة عديدة على مستويات رسمية وشعبية وثقافية واجتماعية. تتزين عمان استعدادا لاستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه المرتقبة، زيارة تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين. لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقاد، عمان.